أستاذ عبد الصمد بالكبير، أهلا بك. أنت معروف بكونك واحدا من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب، رغم أنكم لم تعودوا تنتموا إليها اليوم، ولكن هذه الجمعية كانت عرفت إبان الربيع العربي والمخاض الشعبي العربي في 2011 بتأطيرها لحركة 20 فبراير في المغرب، والتي طالبت في 2011 بمطالب شعبية، بمطالب ديمقراطية، بحل الحكومة والبرلمان كسقف لهذه المطالب وبدستور ديمقراطي. سيدي الكريم، سؤالي واضح، هل حركة 20 فبراير مؤامرة غربية ضد العالم العربي أم نتيجة عوامل داخلية؟ أجيب أستاذ. طبعاً المشكلة ليست في كون الجماهير تناضل من أجل قضاياها، المشكلة في أن الدول الأجنبية الاستعمارية تدخل أصابعها وتوجه وتحرف وتفسد. إذن سيدي، وصلت الفكرة أستاذ، سواء في المغرب وصلت الفكرة أستاذ، معنا ثلاث دقائق فقط من أجل إغناء النقاش والرفع من مستوى النقاش. أريد أن أشير للفكرة، فنقاشنا اليوم ليس 100% سياسي، ولكن نريد نقاشا أكاديميا ورأيا أكاديميا أكثر، لأنني سمعت هذا الكلام. نستغل الفرصة. قلت سيدي أن هناك يد غربية، على ما سمعت وعلى ما سمع المشاهدين الكرام، أن هناك يد غربية في 20 فبراير، رأسمالية إمبريالية وليس سيدي غربية. سيدي، سؤال آخر، نحن متواجدون اليوم في تونس. سيدي، هل محمد البوعزيزي هو متآمر وعميل غربي للعالم الغربي ضد العالم العربي وضد تونس؟ هل الشرطية التي صفعت محمد البوعزيزي أيضا عميلة للماسونية أو الموساد أو غيرها؟ سيدي، هذا هو أريد جوابا. الذين ينتحرون في العالم العربي لا حصر لعددهم، والشرط التي تعتدي على المواطنين لا حصر لعددها. تعترفون أنها عوامل داخلية استغلت من أجل أهداف لا علاقة لها بالشعب التونسي. شكرا لك سيدي، شكرا. إذن الثورة التونسية لا علاقة بالشعب التونسي، فهمنا. المؤامرة هي التي لا علاقة لها بالشعب التونسي. أوكي سيدي، سوف أمر بك إلى محور آخر، إلى التآمر العربي. مثلا في حرب الجولان التي هي محطة تاريخية وجوهرية من تاريخ الفلسطيني والمحطة القضية الفلسطينية، تخلى إبان الحرب الجولان الطيران السوري عن الجيش المغربي بأكمله، وأنت مغربي وتعلم بذلك. ما تعليقك عن هذا الخذلان العربي؟ أترى هل هذه مؤامرة غربية أم تخاذل عربي في محطة جوهرية؟ سوريا دولة مناضلة سواء بالأمس أو اليوم، والمغاربة ساندوها، لذلك ساندوها. أسرار الحرب في 73 لا يعرفها إلا العسكريون. سيدي الكريم، أيضا أريد أن أتحدث عن تخاذل عربي. قضية الصحراء المغربية ووحدة المغرب، نظام القذافي مثلا كان يدعم الكيان. إذن انتهى الوقت خليل، انتهى الوقت. دكتور، نبدأ بسؤال الأول، هل ساعدت أمريكا في انتشار داعش؟ داعش في الأساس هي نتاج. دكتور، ولو أن السؤال لا يحتاج إجابة أكثر من نعم أو لا، هل ساعدت أمريكا في انتشار داعش؟ لا أستطيع أن أؤكد أنها ساعدت في انتشار داعش، ولكنني أؤكد لك أن داعش هي نتاج تهميش داخل العراق من قبل فئة أو مذهب ضد مذهب آخر، هو ظلم وإقصاء أنتج أن أنصار صدام حسين ومن محسوبين على مذهب السنة شعروا بغبن كبير وتهميش كبير، فلجوا إلى التطرف في التعبير عن المظلم. واضح الفكرة دكتور، شكرا. لكن من المؤكد أن المنضمين إلى تيار داعش لا يقاتلون بالأسلحة البيضاء، والمعلومات الواقعية تظهر أن الأسلحة الموجودة الآن في العراق وفي الشام لم تكن موجودة قبل اندلاع الثورة. ثم أني أراك سيدي الكريم أحرص من أمريكا على الأمريكان، فهيلاري كلينتون 4 سنوات وزيرة خارجية ومرشحة للرئاسة، قالت بعظمة لسانها أن أمريكا والمخابرات الأمريكية ساهمت في صنع داعش. لكن سبحان الله، لو ربما الدكتور يعرف سياسات أمريكا أكثر من اللي تعرفها داعش. السؤال الثاني دكتور، ألا يعتبر سكوت الغرب عن المجازر التي وقعت في مصر وجه من وجوه المؤامرة؟ ألا يعتبر سكوت الغرب عن المجازر التي وقعت في مصر وجه من وجوه المؤامرة؟ تقصد المجازر الآن بعد الثورة؟ نعم. المضادة وبعد انتكاس بعد الانقلاب السيسي. الغرب ليس شيء واحد،
المنظمات الحقوقية وأنصار حقوق الإنسان وأنصار الحريات وأنصار الديمقراطية في الغرب، وهم كثر بما فيهم أحزاب سياسية، ينددون بالانقلاب العسكري الذي وقع في مصر، ويقولون أنه هناك ردة ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان. شكرا. لكن عندما صارت حديثة تشارلي إبدو قامت الدنيا وما قعدتش، وشفنا المسيرة الضخمة التي قادها رؤساء الدول في باريس. فهل القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان التي تقتضي أن نقف بجانب فرنسا لا تقتضي أن نقف بجانب مصر؟ ولو كان عدد الذين قتلهم عبد الفتاح السيسي من الحيوانات لأقامت بريجيت باردو الدنيا ولم تقعدها، فبأي مكيال تقاس الأمور؟ السؤال الثالث دكتور، بما أن المؤامرة أشياء تحاك في الخفاء، وهذا ما قلتوه أنتم، فهل تم إعلامنا قبل اغتيال ياسر عرفات؟ ربما تم إعلامكم قبل اغتيال ياسر عرفات. لا انتظر إجابة على فكرة. لا انتظر. وهل كان خفيا أن إسرائيل أرادت أن تزيل ياسر عرفات لأنه شوكة، وأرادت قيادات عميلة تمرر سياسة إسرائيل ومخطط إسرائيل وتفرط في حقوق الفلسطينيين الكاملة؟ شكرا. هذا لم يكن خفيا. هذه ليست مؤامرة، هذه سياسة إسرائيلية. ربما نحن لم نعلم بها، هو علم بها، مش مشكل. لكن لماذا لم نطلع إلى اليوم؟ شكرا. لكن سبحان الله زيادة لم نطلع إلى اليوم على التقرير الطبي الذي قام به أطباء عالميون معروفون ومختصين في الأمر لياسر عرفات، والذي أكد التسريبات منه أن ياسر عرفات مات مسموما. شكرا لكم، شكرا دكتور على الإجابة. شكرا لك مريم.